اقول لك على قراصي كذا ونمشي ولا فوق 19 مره هنفطر نفطر ما بقى شيء خلاص وصلنا للغيوم فوق تقريبا وهنفطر على جنب كذا الدور السادس وصلنا السلام عليكم هلا فيكم فلوق جديد فلوق هذا رجعتنا اليوم لبوزمن طبعا ما ادري نحن هل نرجع على طول بوزمن راح نوقف منطقه راح نغير مسارنا ونسافر منطقه ثانيه ما ادري اللي نعرفه الحين انه بنروح ماكل في سندباد شو اسمه دار السلام المطعم اللي كنا فيه في الفلوق اللي قبل هذا احنا الساعه 11 بنروح نتغدى من الساعه 11 وبعدها بنروح نصلي وبعدها بنمسك الطريق الين ما نتعب نوقف ننام بعدين نفكر هل نرجعين لبوزمن ولا نشوف المكان ثاني فخلوكم معنا والله 10 طوابق فيه هذا شفته بجت احنا نبي نروح ذيك الجهه شوف هذا مكتب الاجار لان احنا تعبنا احنا بنصعد ما شفنا شوف كله محجوزين المواقف ما في الا الدور السادس حصلنا ان مواقف فاضيه وقفنا بالضبط هذه المواقف حقتنا وهذا المطعم دار السلام لازوردي سندباد شنو دار السلام مكتوب فلافل بابا غنوج تزيكيا ما اعرف شلونها مع صوب ما ادري شنو المهم في بعد مانجا وفور فيجان اوبشن خلينا نجرب هالاشياء هنا اشياء عربيه وما ادري شنو نجربها قهوه عربيه باخذ مع الهيل شاي عراقي بالهيل عندك اللي بيشوف الفيديو صايم بينقهر من الحركه الحمد لله رب العالمين رجعنا لكم طبعا هنا بالدور الصوت نركب السيارة الحين متوجهين نصلي بعدها ماشيين طالعين من بورتلاند بس وين بنروح ما ندري خلوكم معنا ما شاء الله هذا وين بيروح ده نبي ننزل بقالة يا طيب شوي بس لو تسمح المهم ان وصلنا البقالة العربية نتقضى شيء ما ندري شو نشتري بس شيء كان الاشياء العربية الحين لبنة تبي تدري شوف اشياء عربيه انا الى الان تحسفت اني جيت هذي هذا هو خبز عربي شوف الخبز العربي ها كرتون كمان كذا خلصت رحلتنا بورتلاند متوجهين الحين الشرق اذا وصلنا شرق نتفاهم بعدين اذا وصلنا شرق اذا مشينا اليوم ذا نتفاهم بعدين بنمشي الحين قد ما نقدر الين نتعب تعبنا بنسكن وبعدين بنتفاهم هل بنرجع بوزمن ولا بنروح مكان ثاني نشوف خليكم معانا انتم شوفوا الحمد لله سلمتنا وصلنا فندق تعبانين احنا خلاص فبنسكن في الفندق وبكره نكمل الرحله خلاص سويت التشيك ان بس ادور عليه الحين الطوي ما ادري وين لقيت السياره عشان اخذ الاغراض وبكذا
رحنا للفلوق وانتظرونا على فيديو بكرة بما أننا وصلنا للمدينة. طبعا بكرة بنكمل نصحى الصباح وبنكمل برضو. فإحنا نهاية الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.